أدعو السيد القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى التدخل الشخصي والاهتمام الجدي والمهني السريع لمعالجة الوضع الأمني في الديوانية، وأحمله المسؤولية عما يجري في المحافظة في حالة التباطؤ في اتخاذات الإجراءات الأمنية المناسبة لحفظ أمن المحافظة. كما أدعو إخواني وأبنائي في الأجهزة الأمنية سيما الضباط إلى أخذ دورهم وعدم الانصياع للحكومة المحلية التي ثبت عجزها الواضح عدم الانصياع لها في التدخل في الأمور المهنية والتخصصية لعملهم.